اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل جامع الرحمة المصلين في بداية شهر رمضان، والحمد لله الحضور تقريبا كصلاة الجمعة مع التزام بالتدابير الصحية من لبس الكمامة والتباعد والسجادة، والحمد لله الناس فرحانة بقدوم هذا الشهر المبارك، حتى يعني الصدقات العطاء أهل الموصل ازداد في هذا الشهر المبارك. ما شاء الله سيارة تقف وسيارة تمشي، هذا اللي يجيب مي، هذا اللي يجيب تمر، هذا اللي يجيب لبن، وهذا ديدن أهل الموصل في شهر رمضان. استقبل جامع الرحمة يعني المصلين بكثرة، والتزام بالتباعد الاجتماعي والتزام بالكمامات الحمد لله والشكر، والصدقات والأهل الموصل سباقين الخير والحمد لله والشكر. والله هذا السنة أحسن العام، ما عدنا يعني جوامع اللي نصلي بيها، والحمد لله انفتحت على الجوامع وخير وسلامة إن شاء الله. شيخ، ما يخص موضوع التباعد الاجتماعي؟ هو الأحسن، هو الأحسن، نعم موجود يعني بين واحد وواحد متر، والحمد لله هذه يعني سمة جدا ممتازة. والله الحمد لله نحن نستمتع في هذا الجامع، نحن مرتاحين لأن نحن نصلي صلاة التراويح الجماعة، وملتزمين بالكمامات وملتزمين بالأوامر اللي خلونا هي على الجامع. نستقبل شهر رمضان ونرتدي الكمامات، وبالحالة يفترض أن نتفارق واحد عن الآخر ونتحد نحن العراقيين جميعا، ونتوكل على الله ونكون إخوة كاملين إلى رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.